sahipler. Elin kılıklar atayım. İmanın gençliği, mersin partayın gençliği, mersin bu bakkan. Bir yakın bir de tutun bir ülke. Ülkeye de bu konsalar, bir de bu konsalar. İlmez olur. Örneğin o odanı var. Gençliği, bu konsalar, bu konsalar, bu konsalar. الكلور يبقى مين لما كده زي الجماتيك ومع عطف ما يفتح في السماء ماجنتيك
الميديا رول بتعبرك في حاجات كتير جدا اخرها على جنب تبادل الستيرويد. حضرتك الصوره اللي تنزل مختلف في الذكر قوي. الميديا رول كده الصوره دي او عنده فيها فكره لسه. ايوه ريس. الكلام في السيستم بنسميه اوبتيك فورمولا
الفيشر لين ده سوبر اوربيتال فيشر وده اسمه انتير اوربيتال فيشر. كل الناس عندنا هنا كده ده روف وده ميديال روف بينهم فتحه وفتحه ثانيه. اللي قدام دي اسمها تنكيب اسمه ده الفورامين والورا دي اسمها بوستير اسمه ده الفورامين. هنحتاج هنا هنحتاجها في حاجه اسمها ده النيرف كده. البوني اوربيت ثاني الميه التحتانيه نبعد بس انت في حاجات هتحتاجها. الفيشر ده سوبر اوربيتال فيشر ما يكونش بينه نيرف سبيسل. في اوربيت سبيسل ما يكونش بينه نيرف سبيسل. الاوبتيك فورامين او كانال ديمنشن ده عصب الثاني بتاع الرؤيه اسمه اوبتيك نيرف. عندنا هنا كده لقاء بين الروك والميديال سايد في فتحه ثانيه اللي قدامها دي بسمايدر ورا وشفيل سمايدر. في نوع كده نلاقي وقت بس نفكر نعمل عليه ونتكلم عليها برضه بس المهم في حاله الخوف الثاني. هنا بقى عندنا على الميديال سايد بيبقى في جروب اسمه لاكريمال جروب. اللاكريمال جروب دوت موجود على الميديال سايد. اللاكريمال جروب ده بينام في كيس اسمه لاكريمال ساك. اللاتر سيب بتاع روس من قدام من فوق كده في لاكريمال فوسط تنام فيها لاكريمال جلاند. الجلاند هنا بس ساك هنا. وبالتالي بتبقى سؤال مين اللي عندي ده بورد بورد. أهمية التحنية نمط. أهمية دراسية الطالب يفهم مهمة طبعا عشان عمال يذاكر حاجات ما بيفهمش هي جاية ازاي. وبالتالي باجي اسأل سؤال ده اوربت وده الفيجر بتاعه. اللي هحتاج في القصة النهاردة الفورامين دي اسمها اوبتيك فورامين والفيشر ده اسمه شوبير اوبتيك فيشر لناحية ميديال وناحية اما الفيشر ده تلاقي كتير. في نفس الوقت عندي في فتحات هنحتاجها في النرفات بتاعتنا. هنا في لاكريمال جروف لاكريمال جروف هنا في لاكريمال ساك هنا في فيشر اسمه انفير اوربيتال فيشر. العظمه اللي اسمها اسمويد بمعنى كلمه مصفه اسمويد بمعنى كلمه مصفه لان ليها جزء مخرب قوي. العظمه دي بتشارك في اللاز ميديا روب وبينها وبين الفرنتال بون فتحه والفتحه الفتحه اللي قدام اسمها انفير اسمويدر ورا اسمها بوسيل اسمويد. هتلاقي انكم فاهمين كنت ده تارجت ده بني اوربيت تاني بس كده دوشه اكتر. مين العظمه دي مجزيه مين اللي منها تاني بروسيس فرنت. طب مين العظمه دي تبقى مين لكن دي العضله دي تبقى مين سمويد. الورقه جزء من البادي اوف السلوت وفي فتحه اسمها اوف الفورم اللي هنا ده الور بتاعه. لو في فيشر هنا اسمه سوبير لو في فيشر تحت يبقى اسمه انفير. الفتحات اللي هو حط عليهم هنا ورسمهم دول وقت اسمها يوم اسمها ايه؟ انفير سمويد ده ومصير سمويد. ده بوني اوربت عمليه امتحانيه ما فيش عمليه علميه بتدرس العضلات بتاعتها قدر كبير. عندنا العضلات اللي بتتحرك العين بقى اسمها اكسترا اوكيولار ماسل. الاكسترا اوكيولار ماسل دول عددهم 6 2 اوبليك و4 بريكتايل. اللي انت شايفه دي حلقه من الفايبر تيشو جوه الفورم. الحلقه دي بتبقى متثبته على حدود الاوبتيك فورامين ودي هي بارت بتاع الفيشر اسمه الكوتير بارت بتاع الفيشر. والعضلات اللي بتطلع منها دي هي اربع عضلات واحده ميديا ريكتاس ده ريكتاس وفيرو ريكتاس زي فيرو ريكتاس مفيد. هيبقى في عضله اسمها الكيرو بليك وعضله اسمها الكوبيل بليك. عدد العضلات اللي هتبني 6 وعدد الجفت الدرمي 7. العضلات دي انا عمري ما شفتها مثل في امتحان الباكالوريوس بتاعي في رمض في ماده رمض. اللي معدلها دي بيسكيو فيها كتير جدا. مين بترفع رجله ومين بتنزل رجله ومين بتوديها لازمه مين بتوديها جدا مين لو اتكلم رجله كده. طبعا بوظان العضلات دي حول لو تسمعوا عن حاجه اسمها كبير انت روح كبير ولا تمام شمال وخطه غريبه. العضلات دي علميا مهمه بس امتحان الامتحان في امتحانات تقريبا يعني غير في الاسكواد بتاعي. الناس الأعضاء ده هو ضمير نشر كويس. الحلقة دي موجودة جوه الأرض بتبقى فايبر ثين. الحلقة دي مثبتة رقم فين؟ عند حدود الوقت الفورم قدام ميديا البارت بتاع الفيشر ميجور أوربيتال فيشر. الفيشر ده شكل طبعا كده ميديا وكده لا. الناس الأعضاء ده هو ضمير هتسترجع الصورة دي معايا. لو أنا قلت دي أوبتيك فورم كنت سوبر أوربيتال فيشر. في حلقة من فايبر سيشن بتبقى راكبة هنا اسمها فايبر ثين أو تنتر ثين. انت بتروح على حدود ديت هروح نقطة كده سريعة أعمل كده. الناس اللي سامعاني تقدر تقول لي المنظر بتاعي. الصورة دي لو كبرتها كده مين ده وكده لا تبقى مين الحلقة اللي فيها دي اسمها فايبر سينك. الحلقة من فايبر تيشو جوه الأوربت خالص عند جوه في آخر الأوربت. وبالتالي الناس اللي صافية مقال صافي تقدر تقول لي يا دكتور ده أنا عندي جوه كده أدي فتحة والتانية نحط عليهم حلقة تبقى راكبة كده اسمها الحلقة دي اسمها فايبر سينك أو تندر سينك. العضلة دي هتدي أورجن أربع عضلات كلهم اسمهم ريكتايل سوبير ريكتاس مستقيمة بروية وفير ريكتاس ميديال ولاتاليك. الناس اللي مخها صح في السرحانة تقول لي إيه المنظر ده في العين هتوصلها من الجنب. دي عضلة جاية من جنب العين دي هتبقى لاتال ريكتاس تمشي فوقها سوبير ريكتاس تمشي تحتها الفير ريكتاس وعلى الميديا سايد هتبقى في ميديا ريكتاس من بين أوي هنا. في عضلة بتيجي قدام وتميل كده اسمها سوبير أوبليك
في عضله بتمشي من تحت اسمها الهيروبلاين. العضلات هي اللي بتخليك تتحرك هنا في الفرونت دايركشن اي وقت كده اسمها الكوايت اللي جاي ده مهم جدا. المنطقه دي فيها عضلات صور كتير زي سوبير ريك داس ميديا ريك داس لاتر ريك داس. دي عضله مايله كده اسمها سوبير اوبليك. العضلات كتير جدا صراحه. المنظر بتاعنا ده بتبص عليه من تحت النوز على فكره. العضله اللي بتمشي تحت النوز دي اسمها الفيرو اوبليك. اما العضلات اللي جايه من ورا وكملت السيرش في العين دي هتبقى سوبير ريكتاس ميديا ريكتاس انفيرو ريكتاس ولاتر ريكتاس. اما اللي مايله تحت دي اسمها انفيرو اوبليك. دي عضله من فوق كده من سوبير اوبليك مش باين قوي من الكلمه اللي هي تاني. العضله اللي ماشيه فوق العين ومايله كده اسمها سوبير اوبليك. اما دي ميديا ريكتاس والمستخبيه دي تبقى مين لاتر ريكتاس سوري دي لاترال دي ميديا ودي لاترال واللي تحت انفيرو والفوق دي مين اللي هي سوبير. العضلات كلها بتتحكم في العين. الصوره دي بقى لو نسيتها ما تجيش تسالني عن حاجه. المنظر ده باصين له فيه من فوق. ده ميديا رول اوف ذا اوربت وده ميديا رول اوف ذا اوربت. بيبقوا بارك ايت اذر. ودي لاتا رول اوف ذا اوربت وده لاتا رول اوف ذا اوربت لو كملوا عملوا مع بعض رايت انجل. يعني ده معناه ان ميديا رول اوف ذا اوربت مش بارك لاتا رول اوف ذا اوربت. يبقى الاوربت في الرابط ده بيشير لهو لازم وهو ثاني. الاكس بتاع الاوربت اللي هو دايما فيه العين هو الخط ده. الاي بول نفسها كور لها اكس ثاني بينهم دوت. الزاويه دي بتفهم الاكشن بتاع العضلات. يعني ده معناه ان العضلات اللي عندك بتشتغل على ايه لها لعبه مرتبطه على اللي انت بتعمله. يبقى لما جيت للسؤال الاكسس بتاع الكورت اللي هي الهاي بول نفسها اكسس اوف ذا هاي بول بيرد لاين قدام الورد. اما الاكسس بتاع الاوربت ده اوبليك بارل للاورد بتاعه في النص كده. وبالتالي ما جيت للسؤال ده مين ده الاور ده غير الاور ده مش بارل لده يبقى الاكسس واقف بيميل كده بينه. اما الاكسس ده بتاع الهاي بول هنا هيبقى بينهم زاويه والزاويه دي ليها قصه في حياتنا العلميه. يبقى بتلاقي مره ثانيه لما تيجي تذاكر في الجيم بتلاقي اكشن بالظبط في مخك انت نسيت الزاويه دي انما اللي دي مش بارد مش قادر. لان لازم في عضلات بتعمل اكشن غير اللي انت متصورها. وبالتالي لما اجي اسال سؤال يبقى في ميديا رول في الاوربت ولاتا رول في الاوربت في اي بول وفي تو اكسيز موجودين في خلاف بينهم. طبعا دي كره العين وحركاتها لان بتطلع لفوق يبقى اليفيشن اللي تحت الدبريشن تخش لجوه ادكشن تطلع لبره ادكشن. في حركه غير محسوسه اسمها انتورشن بيسموها انترنال روتيشن واكسترنال روتيشن بيسموها اكس تورشن واللي لها قصه فيها. اللي ما فوق ده اليفيشن تحت الدبريشن وده كمان بتكلم عليه كمان تاني. الناس اللي صاحيه ده منظر رسم النتر واحد سريع اعملها على الصوره اهي. اسال سؤال مين العضله اللي تمشي تحت الرجل اسمها يوتيل فوبلي ولا تمشي فوق الرجل وترد اسمها سوبيل فوبلي. عضله اسمها سوبيل ريكتس وانفيل ريكتس وعضله مين العضله نفسها. السوبير ريكتر ديت او السوبير ريكتر ديت هو عضله اسمها رافعه الجفن العلويه اللي بيتر بالفيكتور سوبريوريس مش وقتها هترفع الجفن يا ريت تلحقها بس النهارده. المنظر بتاع ده الصور بتاعتنا العضله اللي جايه من ورا لعميل ده سايد راجع كده دي اسمها عضله اسمها سوبير اوبليك وتبقى ماشيه جوه حلقه. سمعتوا حاجه اسمها تروكليا اكيد وبيبقى ماشي اعلى منها نيرف اوطى منها نيرف. يبقى الحلقه اللي انت شايفها دي اسمها بكره او تروكليا. مين العضله اللي هتحت اسمها ميديا ريكتر ودي لاتر ريكتاس وفوق سوبيرو تحت الامين في دول الريكتاي اللي بتحوط العين اربع عضلات مستقيم. اما العضله اللي هتمشي تحت العين دي هنسميها انفيرو اوبليك واللي تيجي من قدام لورا وكبير وترجع دي هنسميها سوبير اوبليك. ويبقى العين فيها كام عضله وبعد كده الكلام ده واصل ولا مش واصل؟ في ناس كده هو ماشي بقى شويه كده بس الناس صح باين. في ناس الكلام الفكره دايما لما الواحد يقعد يذاكر في البيت لوحده كده فضل كده يقعد يتفرج على صور من غير ما تتفرج على العين ما تقراش في الزنايات السوداء ولما تلاقي الامور بدات تمشي يبقى عندنا كده اولاد. ده بقى عباره عن مين؟ طبعا في برتقان بيتباع طقم كل ضربه في الشيك برتقانه مش كده لا تختبر لها هي الصوره الثانيه ويبدا يلعب ياكل الاكشن الاول يجربه مره والثانيه لغايه ما تلبس بدل تفتح دي اللعبه كلها بتعملها في الثالثه. احنا جايبين كوره طبعا الكوره دي عاملينها زي الورقه دي بالظبط. الكرة بتاعتي دي فيها طبعا اللي هي مطاحين زي اللي هي كده بتبقى مليانة لون حلو مثلا ازرق ازرق كده قريبين مع بعض يبقى ديت مطاحين العين. طبعا اهو قالوا ايه دي العين بتاعتي تمام. والطلب منه وانا تعصب الرؤيه دي بقصد الكرة اعلى نقطه في العين هنا كده زي الساعه اسمها الساعه 12. كل واحد فينا معاه ساعه وليها رقم كده فوق الساعه 12. الساعه 12 دي نقطه مهمه جدا في العين.
المكان بتاع الركبه لو في دايره كده النقطه دي تسمى الساعة صعبه مهم جدا جدا في الركبه بتبقى ليه واقفه كده تمام ايه الاربع عضلات اللي هتقولهم بقى اربع عضلات الصوت وميديال 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 ولاتر في الطايف الطايف منين لو انت فاهم صح كده كنت قاعد معاك كده اورد ودي نوت يعني كده ميديال كده لا جوه خالص هنا في فتحه اسمها اوبت كانال بنسميها اوبت فورمن او كانال شغاله جنبها في سيشن اسمه سوبير اوربيتال سيشن في حلقه من الفايبر سيستم الرسمين الحلقه دي عامله زي كده دايره ملفوفه كده على نفسها تندر سينج مكانها فين التندر سينج دي جوه الاورب خالص في اخر الاورب يعني حطها في السكاب بتاعته في اخر الاورب جوه هنا كده جوه ثبتها جوه بتثبتها فين؟ اروح الكور على حدود الفتحه اللي اسمها اوبت فورم هنا كده بتثبتها فوق الاوبت فورم في العض وميديا في الاوبت فورم في العض وتحت الاوبت فورم بس لا تروح على حدود السوبير اوربيتال فيشر تثبت روحها فيه كانها محوطه الاوبت فورم والميديا بارت بتاع السوبير اوربيتال فيشر بس طالما متخلفين متخلف في ايه؟ اقول ان هي ريليتد لمين؟ اوبت فورم اوربيتال فيشر اي جزء من السوبر اوربيتال فيشر ده الميديال بار يعني اللاترال بتاعها عند اي بارت من الفيشر ده كده الميديا ودي بتعمل ايه لو طلبه متخلفه مش كامله لا يقعد في البيت يقول لك ميديا الولاد هجمهم من دول عشان هو مش عايز يذاكر ويقرا كلام او يقعد في حاله طبعا انت والله يعني لو كنت بتتكلم ايا كان دي الهايبر سنت بتاعتي بيسموها تندر سنت انت قلت ان كم عضله اربعه العضله اللي تطلع من الاور بارت اسميها سوبر ريكتس ما في عضله طالعه من هنا سوبر ريكتس وعضله من هنا اسمها ريكتس وعضله من هنا انفيرو ريكتس وعضله من هنا لاترال ريكتس بس اللي هي الثانيه من العضله بس مش مربوط حد بيبلوه المصدر دوت ده الاورج بتاع ثلاث عضلات الاربع عضلات دول هوقف واحد ده الجنب ده اللي هم عارفين منه كتير ابص له من الجنب كده قال طب بعدين لو جيت اي بول وانت بص لها من جنب يبقى ده الكورنيا قدام كده قرنيه في ايرس اللي بتشوف بيه دوت ومنسان لينو كده هنا بقى في اوبت كورنيا جنبها فيشر اسمه سوبير اوربيتال فيشر لو انا اتخذت ان دي فتحه كده من الرينج اللي راكبه دي اسمها تندر سينز لو انا عملت عضله تمشي فوق مين العضله فوق تسميتها سوبير ريكتس واللي تحت تبقى مين انفيرو ريكتس اما العضله اللي تروح الميديا تسد الطريق اسمها ميديا ريكتس واللي تيجي على اللاتر تسد اسمها لاتر اللاتر ريكتس بتوع تو هيد فعلا جزء من الرينج وجزء من العضله بس بعد ما سيبها صغيره من تحت مع بعض طب كلهم بيعملوا ريسيرش في حاجه اسمها سكلير حد سمع حاجه اسمها سكلير اللي هي بعد العين اللي هي الصلبه يعني بيعملوا ريسيرش في سكيليا بينهم وبين الكورنيا مسافات مختلفه فلو بصيت على اي واحد من قدام كده وحدث على حاجه بتقول لي ده صح دي عين البني ادم اه دي عين الراجل ودي القرنيه بتاعته ولو كده ميديا تبقى كده لا انا في عضله جايه من ورا لقدام هتعمل ريسيرش في الحته دي وفي واحده هنا واحده هنا وواحده هنا المسافه بينهم وبين القرنيه دي اللي بتحط عليها الكونتاكت لينس كده وفيها ايرس هنا ومسال ليه وكلام من المسافه دي 5.5 من الملي وهنا 6.5 من الملي وهنا 7 وهنا 7.5 يبقى المسافات بينها وبين القرنية مختلفة طبعا دكاترة الرمد بتتكلم بالملي لو حد فينا مع بعض دكتور مرض رمد سوري يقعد معاه في البيت يعقده بنتكلم على الفراكشن وفي ملي ميتر العينتين دول بيتحركوا مع بعض لو واحدة ما تابعتش شفتها شوية تبقى واقفة كده والتانية عاملة كده تبص فين تقول ده عنده حول ده عنده سكوين يبقى العضلات شغالة مع بعض شغل غير طبيعي المسافات دي بتعملها عمليات عشان تظبط العين احيانا كوزموتيك المشروع ده بس احيانا العين بتبقى بايظه بس عايزين العين زعلان من عينه الرماميه كده تعملوا عمليه تظبط شويه بيها شويه يعني حاجات مهم جدا انا مثلا اسال سؤال الطلبه في الاطباء الوصلات لو المنظر بتاعي كده ودي اي فول في عضله دي كام ريسيرش في الاسكليره بينها وبين الكورنيا حوالي 5.5 مللي بالسم لو بينها وبين الكورنيا 5.5 سم تبقى الدوارة بتاعتها مش كده لا يبقى هي عامله انسيرشن كده المسافه بين صوابعي وبين الكورنيا قد ايه لما كده 5.5 طب واللي تحت قد ايه 6.5 واللي هنا قد ايه 7 واللي فوق 7.7 بصراحه بس انت بتفرق بين 7.5 مش فارقه يعني يبقى كله بالملي وانت في البيت كله بالملي مش بالسم سم يبقى بالتالي طبعا كلنا واحنا قاعدين بقى بنشوف الناس هنا في اشرار منهم كثير وكثيرات هروح البيت بص في المراية كده انا بشوف العضلات بس العضلات ده في فرق امينيروتس وبيلتا بريسكيليا مش كده لا فمنبانش هو امينيروتس تشو ده الترتيب انت بتاع العضلات كده بريسكيليا بنبانش واذا كان مفترض لما ابص في عينيك الاقي عضله اتقفلت من الناحيه دي وعضله من الناحيه دي وعضله من فوق كم عضله موجود كده اربعه اسمهم الاربعه دول لما كده انفيرو ريكتس انفيرو ريكتس ميديا ريكتس ولا كام ريكتس كده موجودين اربعه
هنلعب اثنين مقربين، كبير اوبيك واب وكبير اوبيك. العصافير الاوبيك دول بقى لهم قصه مهمه جدا جدا في حياتك. لو جيت بصيت على الاوربت من فوق هنا وكسرت سقف الاوربت ده، كسرته، هبص من فوق الاقي المنظر عامل ازاي، حد سامحني. ابص من فوق الاقي المنظر عامل ازاي، انت مستحيل بتوعك، هتلاقي باين الاي بول كده ومحدش يبقى سامحني. قالوا عندنا ايه من فوق؟ هنبص عليها من فوق كده من فيو. لو بصيت من فوق ده بيتكرر جوه، ودي لسه رينج دي الفصه اللي اسمها الفيو كده فصه، ودي لسه رينج بتاعتها اي شيء الروح بتاع الارض. قال لي تمام، هنا ممكن في اوضه فورم او كارن بتفتح على الارض. هنا عندنا ايه؟ لو اي بول واقفه كده يبقى في نيرف راجع كده اسمه الاوبتيك نيرف، وده اللي بتشوف فيه الارض بتاعنا ليه؟ مين ده اللي واقف كده؟ ولي لا تربول ميكد ميك في الزاويه بقى بين الروف والميديا رول. لو كان الميديا رول واقف كده يبقى ليها روف في الزاويه اللي بينهم. في الزاويه اللي بين الروف والميديا رول في عضله اسمها الانر اوربيتال سبيلر اوبليك، تاخد ارجو منين؟ تاخد ارجو من الاوربت اباب ميديا الاوبتيك فورم في الحته دي، يبقى اباب اند ميديا الاوبتيك فورم جوه خالص جوه خالص جوه خالص. العضلات كلها بادئه من ورا، وانا اتعملت لكم صوره عشان اوريكم العضلات بادئه من ورا وجايه قدام من جوه خالص كده. العضله بتبدا من ورا خالص وتيجي لقدام. العضله دي اسمها سوبيرو اوبليك. سوبيرو اوبليك ماسل، سوبيرو اوبليك ماسل بتبدا من ورا خالص كده. طب وتمشي ازاي؟ انا دكتور تمشي في الزاويه اللي بين مين ومين؟ لو كده الروف والنيديال سايد. تمشي العضله دي من ورا لقدام في الزاويه دي كده. في الانتيرو بارت بتاعنا كده تيجي عامله تندم. يلاقي بكره من الفايبر السيشن يخشها ويرد تاني. الله يرد في الفم ونقدر مع بعض. يبقى العضله تمشي فين لو كده؟ في الزاويه اللي في مين ومين لو كده؟ روف وميد ذا سايد. طول ما همشي بالورا قدام جايه كده كده كده. قدام تبقى عامله وطا بتن، التندون ده داخل ايه؟ داخل جوه بكره نص حلقه من فايبر سيت ترد تاني. طب الرد تاني من الاسبشن فين؟ انا الاسبشن في الليفر سايد بتاع الارض. بهايند الاكويتر. بعضنا بيعرف انجليزي ولا مش عارف كلمه الكوكو يعني ايه؟ الكوكو يعني خط الاستوى، خط المنتصف. لو انت نسيت الخط الاستوى دي للناس اللي بتذاكر في البيت هتبقى مش عارف الاكشن هيتعملوا ازاي. الاي بول عامله كده. لو انا قسمتها لنصين، نص امام ونص خلف، ده الخط الاستوى اللي بتاع الكور ارضيه. الانسرشن انا مشيت في الزاويه تبقى من تحت قد ما نقدر. قالوا ليه؟ انت متعلم ده مين ده نور وده روف. تمام؟ العضله ماشيه في اي حته لو كده الزاويه. ولما جت لقدام قدام عملت تاني، قدام ده جوه ده في الحلق ورد كده. هي بتستشعر في انهي ناحيه؟ في اللاتر سايد بتاع الارض. هي في اللاتر سايد بتاع الاي بول سوري، بعد خط الاستواء اللي اسمه ايه لما كده؟ الكويت. العضله اللي استفدت ايه لما كده؟ سوبيرو اوبليك. على الارض الاستشعار بتاع سوبيرو اوبليك. طلع فين سوبيرو اوبليك؟ على الروح في الارض. انت سوبيرو اباف قد ايه؟ كده وميديا للفتحه بتاعت الريل او في الفرن. العضله تمشي فوق في الزاويه اللي في الروح في الميديا موت. ولما قدام تيجي تعمل تاني والتنس ده كنت باك، والبكره دي نص حلقه من فايبر ستيشن ثابته جوه عندنا هنا. وبعد ما يخشها يجي راد التاني ويرجع على اللاتر سايد بتاع الاوربت ويعمل ريسيرش في اللاتر سايد اوف ذا اوربت بهايند دي لما كده اكويت. الناس المعلمين اللي بيذاكر في البيت عشان يبقى فاهم الاكشن لازم يبقى فاكر الكلمه دي. يبقى ريسيرش مش في اي حته في اللاتر سايد اهو رقم ريسيرش وخلص. قالوا ايه؟ يبقى العضله اللي سميتها ايه؟ قول لي عايز تاني قد ايه؟ ايه؟ في اللاترال سايد بتاع الاي بول. الاي بول بيتحس في كره العين بتتحرك. لو عملت خط في المنتصف كده ده خط المنتصف بتاع الكره بس في السوى. كره ارضيه في خط السويتش اللي قسمها نصين. طيب في كره العين في خط قسمها الانتيرو هاف والبوستيرو هاف. ده اسمه الاكويتر. شفتوا لا الاكويتر دوت مش كامل لا ده صعب للاسف. الكره دي كان نص لما كده اثنين انتيرو وبوستيرو. احنا بنتكلم في كره العين طبعا. طب لما يعمل خط كده بتبص تاني برتقاله واسستها بانتيرو هاف كده. العضله بتمشي كده وترد كده تعمل ريسيرش في الحته دي. اللاترال سايد هاند فرايد الخط الاول. قالوا ليه؟ اللي جاي بقى دي عضله اسمها انتيرو اوبليك. الناس اللي بتوع حماية اسألني ما بتقلقش اسألني ما كله جهل طيب طيب نشتغل يا جماعة ما قلتوا جهل بس طبعا ما فيش في الساعة 6 ونص يعني من حقك تسألني. أيوة قول إيه؟ انسيرشن بتاع العضلة في اللاتر سايد بتاع العين.
دي كوره ودي مقسومه من نص كده الانتيرو هاف والانتيرو هاف ودي القرنيه بتاعتها قدام كده ميديال وكده لاترال. العضله جت من ورا ولما جت لقدام عملت ايه؟ تندل لقى حلقه دخل الحلقه وراح وراح على الفايت والفرتسين. العضله دي سميت ايه لما كده؟ سوبيرو اوبليك. السبشن بتاع تحت في ناحيه لاترال فايت. فين في اللاترال فايت؟ هي الحته كده اللي ورا الحته المصفه بتاع ليه؟ هي اللي كمان العضله دي سميتها سوبيرو اوبليك. انا قلت لك الحاجات دي تاني. بعد كده عندنا في عضله لا فوق الاوربت مش كنت لا تحت ايه؟ لا عند اهي في كده هتلاقي فوق اهي ماشي فوق الحمد لله تحت الايه؟ لا دي فوق الايه والله يبان عليها يوم مش معايا دي ماشي الحمد لله. انا بنادي فاكرين الكلام عندي العضله فاكرتها كده لما كده يلا اسمها سوبير سوبير. العين ده انا جايب كوره العين واقفه كده مطالب كل التجاره العين كده ده روح وده مين ده روح العضله مش متساويه دي ورد كده وكده كده راجل بتسيبها تحت العين مش كده لا تحت العين. بعد كده في عضله بقى وهي لابس اسمها الفيرو بليك. الفيرو بليك قصتها ايه؟ محدش فاهم ده بوني اورد. هنا عندنا حته كان في جروب كده اسمه الاكرمال جروب. الاكرمال جروب ده بينزل منه داكت اسمه نيزو الاكرمال داكت فيها فتحه كده من الفلور اوف ذا اوربت. من الفلور اوف ذا اوربت هنا هي حته سرطان وشفت الصار. الفلور اوف ذا اوربت دي يعني الطبقه الصحيين. الورقه دي احطها هنا كده عند النيزو الاكرمال جروب فاند كده. انا عايز اسال سؤال يبقى ليه في الاكل مجروح دوت وفي الكلام اللي نازله فيه واخده الدماغ بديل النوم قدام ولا ورا؟ اكيد قدام في الفلور بس قدام ده انا محتاج اهو. طيب لا ترى ليه في الفلور دول بتطلع العضله اللي نسميها الفيرو يبقى الفيرو بتطلع من قاع الارض من قدام ولا ورا؟ قدام. جاست نيد ثالث فتحه اسمها ايه؟ نيدولك. طيب العضله اللي بتعمل ايه؟ انا دكتور انت ما تفهمش لو انت حطيت لنا هنا كده اي بول واضحه انا العضله مشيت تحت الاي بول طلعت من العرض وراحت على اللاتر سايد. تعمل السكشن في اللاتر سايد ذا اورك بهاند اكوير بهاند مين اكوير. طبعا لو انت مفهم نظيم العضله هتبقى ماشيه ازاي بالذات الطلبه اللي ليها اسئله دي عين. انا ببدا من قدام هنا كده في فلور اوف ذا اورك دي عين. ببدا من قدام هنا في فلور اوف ذا اورك دي عين. ببدا هنا وابدا اتحرك ايه باكورد ولاتر باكورد ولاتر واجي طالع عامل انسيرشن في اللاتر سايد بهايند مين مره يبقى الاثنين فوقيه عملوا انسيرشن في اي ناحيه اللاتر سايد. في خط المنتصف بتاع الاي بول عاملين انسيرشن قدام ولا ورا؟ ورا. وعلى حسب كلام الاكشن هيبدا كام دقيقه. عايز اسال بس سؤال انا عندي كام عضله كده؟ ست. دخلت انا ست عضلات اربعه مستقله قدام ميلان مين المستقبلات بتوعنا دول؟ سوبيريور ريكتس ولاتر ريكتس الحمد لله رب. وعضلة ماشية فوق وراك تروح للاتر سايد. وعضلة ماشية من تحت اسمها كم عضلة كده موجودين؟ ستة. الست عضلات دول كلهم نيرفس رايتم ثلاث كلين نيرف. ما عدا عضلتين اللي هي لاتر ريكتس والسوبيريور دي واحدة بتاخد من دروك الارض اسمها نيرفس رايتم. لما نكمل حاجة ايه العكشن اللي بتعمله ليه بقى؟ قاعدين القلم ده كده بص عليه. كل الناس اللي قاعده قدامي ممكن ترفع عينيها تخش تنزلها لتحت. يبقى في ترانسفيرس اكسس كده تتحرك عليه فوق وتنزل لتحت. يبقى كل الناس اللي بتعمل ايه القلم ده؟ بتاعتها او هاي بوشن. القلم اجمل شويه. قلم ليه؟ قلم ليه؟ بعد كده هنا الراجل مكي. لو بصينا على السقف كده ده العين عملت ايه؟ جميل. ونشوف عملت ايه جبريل. الحركه عندي حوالين تاني اكسس ترانسفيرس لو خرجت عين كده بطول تمام دخلتها جوه طلعتها بره ده اسمه ابدكشن وده اسمه ابدكشن حوالين تاني اكسس ترانسفيرس لونج تيرمينال اكسس الحركه جديده
هخرجها من قدام لورا كده احط المسمار في عينك. لو خرجتها من قدام لورا بقى كده يبقى في عكس اسمه انتروبوستيل رقم 12 في فوق ديت الساعه 12 من فوق علامه الساعه 12 تلف حوالين كده يسموها ان تورشن ودي اكس تورشن. ما انت مش قلنا مين دي الريلاتيشن دي؟ قال الحركه تقول انت اللي مش محسوسه يعني حركه انسنسبل فعلا يعني بتصير الشعور من الكتاب عشان رايح مديول يعني بس قعدت اقول له خلاص خلي طبعا تعرف اسم الكلمه اصل بابا الدكتور رمضان بيقول له ده شطر من الدكتور حركه غير محسوسه بس احيانا عايز سيرش في اللجنه حد هتبش كل واحد على كده فوق بس ما اعملش فيها غبي واعمل كده عشان هاجي احط الباقي بعدين وانت قاعد حط بص على طرف كتفك كده تبص تحصر انت العينه جوه بتتابع السرعه عشان تعمل انتشر وطبعا ما فيش بيوت انتشر بالسرعه لازم حركات ثانيه انما لو في حركه كده لازم تبقى بتجيب حوالين اني اكسس انتشر انا عايز كم ممكن تستعملها لايه معاك ده عايز استعداد اكسس للناس صاحيين اتحرك حركتين الترابيرس التامين اللي فيه سواد حوالين الفيرتيكال الامين ابداكشن واحد ابداكشن حوالين الانتروبوستيرو حركه هي غير محسوسه طبعا ما حدش يقول طب ما الساعه 6 تعمل عكس احنا مش عايزين الساعه 6 مش قصده لا عايزين الساعه اللي فوق دي اللي هي مكان الساعه كام؟ الله اللي تسمى انترشن واحد السرعه. لو حد فينا عمل نظاره مره فضلت عمل او واحد فينا بقى دكتور رمضان هتلاقي في العياده دايره غريبه ايه دايره غريبه اللي عندهم في العياده؟ عاملين دايره اسمها دايره الاكشن دايرة الأكشن دي للناس اللي صافية مع التحفظ الشديد بسبب الصافيين. اتفقنا إن عظمة البرجر اللي جوه ده الميديال وول ده والميديال وول ده بارل في إنش أذر. اللاتر وول ده واللاتر وول ده ميتين. يعني أنا هرسم رسمة للشطار ومحدش يبقى سامحني. لو ده عظمة أوربت يبقى ده مين؟ وده لا. دي الأي بول؟ دي الأي بول. لو أنا سألت سؤال ده الأكسس بتاع الأي بول. أما ده الأكسس بتاع مين؟ البوني بول. بينهم الزاوية دي حوالي 23 درجة. قالوا نرجع لهم مع بعض يبقى في انجل موجود. لو الانجل دي وقعت في البيت ما تسألش حتة الاكشن ولا يخرج بره. عايزين الاكشن بتاع الارض او الدايرة. لما اجي اسأل سؤال الطلبة الصحيين دي اني واقفة كده. في علاقة ماشية على الميديا سايد فيو كده اسمها ميديا بيس. تشد العين كده تعملها افضل 10. وعضلة على اللاتر سايد كده تشد العين كده تعملها افضل 10. يعملوا بقى في دايرة الأكشن دي اللي هرسمها دي دايرة الأكشن وكده ميديا وكده ودي نقطة فوق هنا كده اللي هي مكان الساعة 12 بعد سهم كده وسهم السهم دوت يكتب عليه ميديا ريت ده مش مكان الانسيرشن ده الأكشن وده لاتر ريت يبقى ده معناه إيه لو ما حدش كده يبقى الميديا ريت لو اشتغلت تشد العين اللي جوه تعملها أفضل واللاتر ريت لو اشتغلت تعملها أفضل العضله بقى اللي هي اسمها سوبير ريكتر سوبير ريكتر هي الاذكيه هي تحفظ الاكشن انت فاهم انا فاهم السوبير ريكتر تاني ازاي من ورا قدام الحلقه وهي هي من ورا قدام ماشيه بميل كده على ليها نفسها بمعنى ايه؟ هي ماشيه في الاكس بتاع الاورج بتروح هتعمل انسيرشن العضله دي اسمها سوبير ريكتر زيها الديفير ريكتر هي ماشيه من ورا قدام في الاكس ده يعني هي بالنسبه للاكس ده مش بارنر الاورج يعني بقى نيم لما بيجي لي كده العضله اللي جايه من ورا قدام دي بتعمل كده اسمها سوبيريور اكس هي مش ماشيه كده في واحد ان العين ليها اكس في اكس فين هي ماشيه في اكس الارض ماشيه كده اسمها العضله دي سوبيريور اكس بالظبط اسمها انفيريور اكس اسمها بقى اللي جاي السوبيريور اكس ماشيه كده حاجه كلها بتشد شد اللي كده بتعمل اكشن اللي بيشد اكشن اسمه ايه؟ اللي بيشد الجزء اللي قريب من الميديال سايد ده لو شد اللي هنا لما كده قدرش الجزء العالي قوي ده لو حد فينا صاحي شد العين الحركة دي نمرة 12 دقيقة تعملها في الجزور عشان في حاجة اسمها انتوش أنا عايز الثلاثة أكشن في الثلاث صوابع دول أنا قبل ما كنت بعمل الطلبة ثلاث صوابع أقول لهم الثلاث صوابع دول مع بعض على بعض كأنهم العضلة اللي اسمها سوبيريكس الثلاثة دي احنا قلنا لو الساعة 12 دي لفت في جوه تتسمى انتوش لو لفت بره تتسمى السوش كانوا بيقولوا ايه؟ طبعا اسمع الجاي لو انا حطيت عضله ميله كده العضله جايه بالميل ده كده لو كانت بره من كده كانت عامل سيليشن بس لو راكبه كده كانت سيليشن بس كان قفلنا الموضوع قال لها الدكتور دي جايه فوقي كده عايز لها اكشن تعمل ايه الاكشن بتاعها كلها على بعضها تعمل اكشن اسمه
الجزء اللي بيعمل من انت سايد اوكسايد بيعمل ايه لما كده الضغط اللي راح لاعلى بارت من هنا اعلى نقطه دي لو شد كده هتعمل اكشن اسمه ريد انتورش على ثلاث اكشن ثلاث اكشن بصوا على الدايره دي انا هحط دي لو حد ما احط نقطه كده ونعمل منها سهم كده وسهم كده وسهم كده لحد قال لي دي ثلاث اكشن يبقى معلم اول معناها انك بتعمل ايه؟ اللي هي واكشن وانتورش طبعا العمليه مركبه كان المهم نحفظ دي لو حد واقف على الانتيريو ريكتس يبقى فين الانتيريو وتعمل اكستورشن انا عايز احكي تقول لي دي هكتب عليها سوبيل بريك بس ودي هكتب عليها انديريكت مش تفضل ابص معاك كده وتشوف العين ما اتحكمش حد قال لي كده العين ما اتحكمش كده مين ده كده انا جاي في ميل كده فوق او جاي في ميل كده تحت انا رايت من ميدل لاين روح فوق من ميدل روح فوق ومن ميدل روح تحت اللي انت لو شد من فوق تعمل ايه؟ اللي بيشد ورزقت من ايه؟ الانسان عشان يجيب ميل من على الميديم سايد كده يبقى يعمل ادكشن الانسان في تحت تلف العين والانسان في تخش تلف العين ده اسمه اللفه اللي بنسميها دي اكستورشن وده اسمه انتورشن يبقى انا ماسك الكره كده وشديت عليها كده هتعمل ايه الكره كده لما كده اكستورشن لو شديت عليها كده انتورشن لفت القلم بتاع الدكتور السلسبيل وخرجت العين كده انت بتصير اكسس اللي هو الاكسس بتاع الدكتور اكستورشن مين كان اللي جوه الدكتور كان تتلوي مش روتيش سهل بشد كده او بشد كده يبقى لازم تسوي ايه الاكشن بتاع الفوق اللي تحت مش كنت لا يبقى لو جينا مع بعض كل ده عايز سلام ايه ايه قولي ده بيعدي صوتك انت كمان انت بتعمل ايه كلمه من جوه قولي اه صح ليك حق والله العظيم انا غلطان والله يا عقلي انت طالما صح انت ما تقولش ما تسالش صح انا لو حسيت غلط يبقى ده مين العضلات عباره عن مين يا ولاد؟ شغل الرجلات بتسيب في نص الميله ما بتعملش عين الميله ما بتعملش حاجه عين الحاجه الميله ما بتعملش حاجه عين لان في كلمتين ثلاثه سهيله انا كنت عايز اقول ايه بقى؟ السبيل وفيك مصل عمل كورس منين؟ اولا من حد فينا ولاد يعرفوا بالعلم بتاع المدرسه كان اسمه بيتلاقي كان بيحاول ازاي؟ كان في دايره كده محدد سرحان وحب يبقى ماشي عليه العلم وقال هو لسه بيفوق العلم في المدارس قال له ليه مش عاملين لازم يعرفوا العلم اسال بقى سؤال العيل الطالب يبقى واقف كده ماسك العلم في ايده اسال بقى سؤال وده العلم خلاص اسال بقى سؤال الوقت لما بتشد على الحبل كده العلم بيطير ولا بيبعد عنه؟ يعني لما بشد العلم كده العلم هيروح على نفس الحلقه يعني نقطه الجذب فين؟ الحلقه والبلد خدت مش كده؟ كان قلم جذب هو البلد في كده ربنا يوسع على الجميع اللي انا اقوله بقى ده للطلبه الصحيحين اللي ناوي يبقى السوبيرو في جت من قدام عشان بنروح ونيجي نروح بره السوبيرو في جت من ورا قدام دخلت تبقى حلقه فاتتنا بسنج وردت الشكل هي بتشد على رين ورين بتشد على رين مش كده برضه ولا لا؟ طيب هي هنا كده يبقى نقطه الجذب هنا بتنزل الاورجن الاساسي كان الاورجن هو مين؟ الرين والاسترشن هنا كان الاورجن هنا زي الحلقه والعلم لو العلم لا لا تشد هتعمل ايه؟ انا لو انت لسه عندك كوره في البيت دي كانها كوره مش عينه لو جيت الجزء الخلفي رفعه يبقى الجزء الامامي مين؟ يبقى هنا العضلة جاية من هنا للسيرك كده هترفع الجزء الخلفي فالأمام يحصل إيه؟ ديبريشن يبقى السوبيرو أوبليك ترفع
لو انا ما قلتش ان انا نزلت بره في الكويت ولا خط المنتصف كان لازم تفرق ولا فرق العين، يبقى انا لما بذاكر بهدوء يبقى العضله نزلت في العين قدام خط المنتصف ولا ورا خط المنتصف؟ ورا. هتعمل ايه لو سالت تطلع بالظبط جايه من هنا راس كده جايه من هنا راس كده؟ محدش ليه دعوه بالقرص خالص بقى. هتيجي عامله ايه في الدوت لو انت ترفعه؟ لو الورا اترفع اللي قدام ايه؟ نزل اللي قدام هو في القرنيه والرؤيه وكده، يبقى بالتالي العين الصلاه تبرش ولا الصلاه تبرش اللي جاي. الناس اللي مخها صعب جدا الكل، العضله جت هنا في رجلي كده بتشد كده في الكرسي ولا تعمل الكرسي الجلد صعب جدا. الكرسي بقت الرنج هنا ودي وحدود الرنج اللي هنا والانسرشن في الحته دي. لو العضله اتشدت هتشد الجزء اللي ورا ده تقربه منها كده الميديال سايد. الجزء اللي هو بيطلع لبره بيعمل اكشن سكين ابداكشن، يبقى انا بحط القلم ده كده واخره من العين بفرتيكال اكسس. ما حدش يبقى سرحان يسمعوا معايا كده والكلام ده على برتقاله النهارده بالليل يبقى شكيكي. العضله عامله كده وراحت انسدت في الجزء ده. لو انا عملت كده معاك وقلت انا هشد جزء الورق اقربه 100 جنيه مني يحصل ايه في الجزء الامامي؟ يلف لفه اهو. انا هشد بالرنج دي بالدفعه دي عليه اقرب دي مني كده يحصل ايه في الجزء الامامي؟ يلف اكثر اكشن سوبر كوليكاس انت ثلاث اكشن سكور. حط بقى علامه هنا كده غريبه ضد اراء الناس. حط العلامه تحت هنا او ام السوبير اوبليك ماسل. السوبير اوبليك ماسل بتعمل ديبريشن لانها رفعت الجزء الخلفي الامامي. السوبير اوبليك ماسل بتعمل حاجه اسمها انتورشن. امين. السوبير اوبليك ماسل بتعمل اكشن اسمه ابداكشن. عايز ثلاثه اكشن السوبير اوبليك، ثلاثه اكشن وعايز اثنين. السوبير اوبليك ماسل عامل ثلاثه اكشن. ايه ثلاثه اكشن؟ هي رفعت الجزء الخلفي الامامي قربت الجزء الخلفي من الكروبيا فالجزء الامامي بقى عمل ابدكشن لفت العين لجوه. انا الفيرو بيك عايز كلهم الفيرو بيك بتطلع من الفلور ذا اوربت قدامه ترجع لبعض. لو حد قدر يقفل بقى هي بتعمل انسيرشن في الهاي بول بهاي بول. العضله جايه كده جايه كده من قدامه راجع لبعض. لو شدت على الجزء اللي ورا ده تنزل ولا تطلعه؟ تنزل ولا يحصل لها ايه؟ الليفيشن. تمام. وهي بتشد بملك بتعمل اللي اسمها اكستورشن الاخير ده التزكيه. الجزء اللي ورا الروج هنا مفيش هنا فتقربوا منها ست الامام يحصل ايه؟ افتكر يبقى عامل كام اكشن تالت هكتب العضله دي واعملها كده. اقول ان العضله بتاعتي الانفيرو اوبليك حطيتها فوق. تعمل كام اكشن انفيرو اوبليك دي لو كده؟ تلاته. التلاته اكشن هم مين؟ قالوا بتعمل لنا دكتور اليفيشن. وتعمل ايه يا اولاد؟ ابدكشن. وتعمل حاجه اسمها اكستورشن. انا عيني اللي تيجي اقول ايه وهسال تقدروا تقولوا ولا لا. عيني واقفه كده وانا بدات من قدام رحت للليفر سايد. لو شدت علينا ترفع كده تعمل لها اكشن اسمه ايه؟ لو كده اكستور. اسمها ايه؟ اكستور. اسمها ايه؟ اكستور. لو شدت على عين هتشد الجزء الخلفي ده تنزله لتحت تعمل لها ايه؟ اليفيشن. تعمل له ايه؟ اليفيشن يعني من اللي قدامي مش فيه. طب ارجع السؤال لو شدت على عين بقى قوي تقدر تعمل ايه في العين؟ يجيب الجزء اللي ورا تقربه من الميدل لاين فالجزء الخلفي يحصل له ايه؟ ابدكشن. انا اقدر تعمل كام اكشن لو عملت كده؟ ثلاث اكشن. اللي بيحصل بقى بسبب الصحيحين الثلاث عضلات دول بقى شغالين مع بعض كل عضلات شغل. لو انت عايز تعمل اللي بيجي قول مين يعملها فيك؟ تكدس الرمى توريهم بقى الكلام ده حاطين اسمك. الثلاثه بصوا الثلاثه اسمر اللي طالعين لفوق مين اللي هنا كده؟ اولا ده مين العضله دي؟ ومين العضله؟ سوبيريو ليك ماسل والانفيرو ليك. بصوا الاكشنين مع بعض. لو انا عايز ابص دي ليج يعني بس ابص الفيشن بس يبقى كم عضله بتشتغل مع بعض؟ اثنين. الاثنين دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا ليه؟ بس واحده بتقل واحده بتقل واحده بتقل واحده بتقل. عايز اعمل ديبريشن ابص على الارض بس مين اللي يعمل الديبريشن؟ قالوا عضلتين اللي هم مين ومين؟ انفيرو ليك وسوبيريو ليك. الاثنين بيعملوا ديبريشن بس الانفيرو ريكتر بتعمل ادكشن كده والسوبيريو بليك بتعمل ادكشن. السوبيريو الانفيرو ريكتر بتعمل اكسترشن الثانيه بتعمل ايه؟ انتورشن. هتعمل ادكشن. بص انا بالعين مين يعمل الحركه اللي كانت دي ولا كده؟ قالوا العضلات اللي على الناحيه دي كلها كم عضله على الناحيه دي يعملوا لك كده؟ قالوا ميديا ريكتر والسوبيريو ريكتر والانفيرو ريكتر. عايز افهم بس الحلقه دي المهم الرينج دي اول عيان يعني في السؤال الكليني كان كده السؤال بيجيبه سنه ثانيه رجع عايز لما بنزل تحت بص لقيت تحت كده تلاقي حصل له حاجه اسمها ديبلوبيا والعين بتاعته دخلت لجوه عملت
depression وabduction. depression وabduction. يعني كل ما بص على الأرض الأيدي نزلت سليمة كويس. الأيدي بدل ما تنزل دايرة عملت إيه؟ نزلت تحت دخلت في الدور. مين العضلة اللي بتتحرك؟ القلاب والشفس والفنجر. انا عندي ايه القصه بقى والناس تفتح المخازن يعني تلبس كل الطلبات السبت والعشره فاجي عامل كده ايه زي شكل عشان ما اخدش بالك على الطلبه وزادت الخوف كده قالوا ايه لو عملنا كده مع بعض كل الناس اللي نايمة بالذات اللي نايمين قوي 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 القصة دي الساعة 12 وربع تاني مش بس ان الاقي حد الاقي ذات كله قاعد تاني فبقى معايا فبس الناس تسمع كويس سن الضمير بقى للطلبة اللي نايمين او صاحيين اصحى انجي وصحى اللي حواليك اسأل بس لو ديت ايفون ودي القرنية بتاعتي وده ميديا رولد اوربت وده لاتا رولد اوربت ودي تندر ثينج لو عضلة طلعت من الرينج وروح تا ميديا سايد اسميها ميديا رينج وعضلة من اللاتر سايد لاتر رينج عضلة من فوق سوبيرو رينج عضلة من تحت انفيرو رينج كم عضلة كده موجودين؟ أربعة رينجات ونعمل تشوش تشيل يا وش قلت طب ايه لك عضلة في الزاوية دي وجات لك قدام دخلت حلقة ورجعت اللاتر سايد سمي العضلة دي سوبيرو اوبليك قلت طب ايه لك الدكتور لو ده اي بول وده ميديا وده لا ترى عضلة طلع كده من تحت اسميها العضلة دي اسمها انفيرو اوبليك كم عضلة؟ ستة سبعة ستة ستة ايه الستة عضلات تاني عندهم فين نقول لها اليوم عارف كده؟ السوبيرو ريكتاس انفيرو ريكتاس ميديا ريكتاس لا ترى ريكتاس وسوبيرو اوبليك وانفيرو اوبليك العضلات دي بتاعتنا بنيت ليها نرف السبلاي بيشارك لين النرف اللي سموه اوكيلو موتور كلمة اوكيلو يعني عين وموتور محرك النرف دوت بسبلاي كل عضلات الاكسترا اوكيلار والاثنين الانتر اوكيلار كمان ما عدا عضلتين العضله اللي فوق دي اسمها سوبير اوبليك بتاخد من الرابع كرين النرف واللاتر ريكتس بتاخد من السادس كرين النرف فالسوبير اوبليك بتاخد منين واللاتر ريكتس بتاخد منين؟ السوبير اوبليك مش جوه بطنه رابع كرين النرف رابع كرين النرف الثالث اسمه اوكيلو موتور اسمه اوكيلو موتور قطر يعني محركه قطر عين بيدي سبع عضلات ثلاث خمسه اكسترا اوكيلار واثنين انتر اوكيلار يعني عضلات كتير السوبير اوبليك ماسل بتاخد من الرابع كرينيا نيرف رابع كرينيا نيرف بيسموه تروبيلار لو حد قال لي ايه سموه تروبيلار مش هو فكر انت غبي ولا ايه مثلا انت بتسمي اه هو كده يبقى رابع كرينيا نيرف بيسمى ايه تروبيلار نيرف ليه عشان العضله دي مش جوه مين فكر طب لا سادس كرينيا نيرف بيسموه ابديوسن اللي بيدي اللاتر الله حد قال لي مش مقدمين قال انا الدكتور اللاتر ريكتا شغلها اليتيم اللي بتعمله تعمل ايه اللي هي الابداكشن وتاخد جواب ده من انهي كلين النيرف السادس بسمه سادس كلين النيرف ايه؟ نيرف الابداكشن نيرف اسمه ايه؟ ابديوسن تبقى سادس كلين النيرف هتسمى ابديوسن الناس اللي صاحيه ده سادس كلين النيرف عايز بقى فينا نقول لي نيرف صغير بتاع اكتر اوكي مصر مع الايه؟ كلهم في مين ما عدا كلهم الان نيرف لما كده اوكيلو موتور نيرف اللي هو قال لك هي نيرف الدال اما بالنسبه اللي مش جوه بكره خدت من الرابع وسميناها بروكر اما اللي تعمل ابدكشن اللي هي سالفه السادس وسميناه ابيوز وسميناه ايه؟ ابيوز اللي بنبدا باسم الاكشن طلبه والتاني باسم البروكر اللي مش فيها رابع يبقى كام عضله كده موجودين سته شهور هون نقول ان الاكشن بقى لو حد فينا من الناس اللي عندها ضمير رفع اللي جاي ودعيت ان انا عندي في كره واقفه كده وكرة دي دايما بتمثل العين وزي النوز كده على الميديا سايد وحطيت علامه كده قلت دي الساعه 12 قال الدكتور لو في عضله انسكتت هنا هتشد كده ولو عضله انسكتت هنا هتشد كده مين العضلتين دول؟ ميديا ريكتس ولا ريكتس؟ قالوا لنا الاكشن بتاعتهم واحده ايه واحده ايه بقى انا طب انا كرسي العين كده وهسالكم سؤال عليه الناس وهي قاعده في البيت بتسمع الكلام ده يعني طبعا انت هتبقى روحت البيت وفقت فلقيت الكلام ده لسه ماسك الصبح كنا كنا ايه نايمين وتقول لنا الكلام ده لو شتتنا كده رسمه افضل لو شتتنا كده رسمه افضل ده بتتحرك حوالين اي عكس لما كده نوم في النفس
حلو قوي. يبقى مين دايركتس ادكشن ولا دايركتس ايه ادكشن؟ انا الدور السوبيرو ليكتس يا راح على ايه؟ راح بيتي الميديا راح فوق والضيق الميديا راح تحت. العضله كانوا بقى عندها واحده كلها على بعضها هتشد الايه دي تعملها ايه الميديا ودي تعملها ايه البريش. اربع عضلات جايه من الميديا راح على الايه ده جوه على الميديا تعملها ادكشن ودي تعمل ايه ادكشن. بس العضله دي انسرتت في اعلى نقطه من العين ودي انسرتت في اوسط نقطه من العين دي تعمل ايه؟ انتورشن واكستورشن. ده الاكشن بتاع العضلات دي. طب لو جبت على الدايره دي قلت تمام احط نقطه كده واقول دي تمثل السوبيريور ليك تعمل اليفيشن او تعمل ايه؟ تعمل ادكشن او تعمل ادكشن. تلف العين اللي جوه تعمل لها ايه لما كده؟ انتورشن. تعمل ده شيء اسمه ايه؟ تمام. عايز تاني انا بصير انت يا دكتور بقى هتعمل ديبريشن تعمل ادكشن وتعمل حركه اسمها ايه يا اولاد؟ اكستورشن. حلو. لما احط بقى السبيل اوبليك انا ده مش مكان انسرشن ده قبل الاكشن. حط نقطه هنا اقول انا عندي انا سمعت من الدكتور الصبح وانا نايم ان العضلات دي اللي هي الاوبليكات دي انسرشن 3 6 بس ورا 5 نقطه هيبقى شغلها على الجزء الخلفي. لو بطلناه يبقى عايز يطلع لو عليناه يبقى لازم تنزل لتحت. انت بص بيه وبيه جايه كده راحت البكره ودخلت هتمسك على الجزء اللي فوق ترفعه على ناحيه البكره كده فالجزء الامامي يبقى بتعمل ديبريشن وكملها على العين كده لازم تعمل اكشن اسمه انتورشن شد البكره على العين. تمام. انا لو بص في بكره هنا والجزء الخلفي هنا هتشد الجزء الخلفي ده تقربه منها كده فلقيت تعمل اكشن اسمه ايه؟ ابدكشن. هسال سؤالين واقفه كده البكره هنا وراحت كده اللي ورا ده جه كده يبقى العين عملت ايه لما كده؟ ابدكشن. الانتيرو اوبليك ماشيه تحت العين هتاخد الجزء الخلفي تعمله ايه؟ تنزل يبقى للزمان وتشوف العين بره تعمل لها الصبح. تمام. لو كنت خدت ده كنت من ايدك وجيت روحت اللتر ده هرجع اجيبه مني كده اعمل اكشن اسمه ايه؟ ابدكشن. عارفين الاكشن بتاع الانتيرو اوبليك والسوبيرو اوبليك؟ سوبيرو اوبليك هتعمل ديبريشن سوبير اوبليك تعمل ابدكشن وتعمل انتورشن. هسألكم سؤال للطلبه الصحيين السوبير اوبليك دي جايه كده وراحه كده هتشد كده للعين تعمل ايه للعين لما كده تدفع ولا انت تتاكد؟ نفسي اكتب كلمه كده اقول انا بشار ترانسفيرس اكشن لونجيتيودينال اكشن وبعد كده vertical and posterior action. عايز واحد يقول الموف بتحصل لكل واحد. Transverse elevation. لو حد قال كل واحد يحصل عنده اي موف بتبقى معلم. Transverse. Vertical and posterior. خارج العلم قدام انت posterior ارتقال النهارده ومش عارف عليها ايرس كده وانت بتعرفها بتنطر من فوق وكرومه بقلب هو تلعب بيه تلعب كله فالرجاله مع بعض دي اللي سميتها اقول لك لما كده اسمهم عضلات العين كم عضله في العين كده وهي بتحس في واحده سبعه بترفع الجفت اسمها رفعه الجفت العلوي ليفيتور ليفيتور ده الجفت السبع بالبيبر ده الجفت بيورس ده الجفت العلوي يبقى العضله اسمها ايه؟ رفعه الجفت العلوي اسمها ليفيتور بالبيبر سوبريور اسمها ايه؟ ليفيتور بالبيبر سوبريور كلنا فاكرين ايدينا وعلى الله نرفع جبت فوق قالوا عبيد بقى تسمى ايه؟ ليفيتور بالبيبر سوبريور اسمها ايه يا ولاد؟ ليفيتور بالبيبر سوبريور اسمها ايه؟ ليفيتور بالبيبر سوبريور حط برضه بالروف اوف ذا اوربت قدام الاوبتيك فورا من على طول مش ابابا الميديا لو هنا بفتح الاوربت جوه كده هنا بتبقى الاوبتيك وده السوبريور اوربت الفيشر والحلقه راكبه كده اللي اباب اندنيت ديال دي ثلاث سوبير اوبليك اللي اباب مباشره من الروف اللي اوربت هضره اسمها اللي ايه؟ بقلبك سوبيريور لما اجي اسرح اوربت ده لما كان في جثث سقف الاوربت ده نكسره لاقي العضله مباشره يعني كنا حتى لسه بنطور السؤال مين العضله اللي تحت الروف مباشره العضله اسمها العضله ايه؟ رافعه الجفت الاوروبيه اسمها ايه؟ ليفيتو بالبيبر سوبيريور العضله دي من جوه من الاوربت خالص وتمشي فوق كل حاجه لذلك بتمشي في الهايبر فوق كم انسرشن في الهبر جيف في الهبر اي ليب الناس اللي صاحيه معايا كده يا ولاد بتشوف الانسرشن بتاعنا البتاع اللي بتلاقي تسمى رميها ولا بص عليك معايا لو لقيت بس عايز واحد صاحي قوي 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 قول لي اللي جاي ده عندنا كده يا ولاد بصوا ولاد معايا بصوا ولاد معايا
او تصوروا انا مش موت بس انت معانا كتاب قصه جايه ان انا مربوط بيها يعني. انا مين؟ لو ده واحد قام حد سامحني بص معايا ده جه الطبقه الاولانيه اللي جبت دي اسمها سكين تمام؟ تحت الجلد شويه فرش ما فيهاش فين ولا بفكر وبعد كده العضليه اللي خدناها اسمها اوربيتيرالتي جولاي اللي هي 2004 وبعد كده فيري سترونج كلير من الفايبرس اسمها تارسس خد تارسس الجوه ده التارسس التقليد من الايه يا جماعه؟ انا بليه؟ جبت له روي عندنا بقى الطلبه السكين بس في كده اولاد بدل الطلبه كلنا عندنا اسمها اولاد تارسس التارسس دوت طبقه من الفايبرز قويه جدا واحده في الجبن الرول واحده في الجبن السفلي بقول لكم على حاجه بعضكم بيعرف يعملها بعضنا ما بيعرفش يعملها الولد عمال يتقطع الاول ده لما كنت تبع الايلت وده تبع مين اولاد اللي هو الايلت ده بيت من فايبر الحاجة فينا قلب مش من مرة لا هما قلب مش من فايبر احتاج كلمة سنة برنامة يعني تقلبوه بقى العادة وهي بتمسك في العيب وتقلبوا لأنه لو في التابات بجوه في بلد البوب بيضة وكده ليه قصة في الكشف البليك بتاع الفايبر سوشي ده قوي جدا هو اللي بيساعدك على قلب الجفن يبقى في القبر قليل في بليت من فايبر سوشي اللي هو قليل اسمه ايه البليت ده؟ تارسس مين؟ تارسس مين؟ تارسس بعدها العضله اسمها اوربيكيلار بعد كده بطبقه فايبر سيشن قويه جدا اسمها تارس وبعد كده شويه تارس جلان شويه جلان كده وبعد كده في كونجكتايف الكونجكتايف بتعمل ايه للطبقه الصحيين؟ تبطل الجفن ده وتيجي نازله المغطيه لهنا وهنا ما تحطيش القرنيه القرنيه ترانسبيرت طب لو عملت جفن تاني من تحت كم ده مش مهم بس انا مجبر اقول مره ده سكين اللي بتاع جفن اللي تحت وفي شعر كده طالع منه عشان تاكله وتحته سبكتينيوس تيشو وعضله اسمها اوربيكيلار تيشو وبليت من فايبر تيشو اسمه تارس وشويه جيلاند مش موجوده هحكي لكم عليها في يوم من الايام وتيجي بعد كده دي اللي هنا اسمها كونجكتايف حد فينا يقول لي قول لي الكونجكتايف كده بالصوره ديت عامله زي ايه يا ولاد؟ زي الورقه دي بالظبط ودي عملتها قبل ما تقول برضه كتير لما عمل كده ده جفن الولاد تحت عينه كده قلت ليه بقى كده وطلع قرنيه بدات قدام اسال سؤال دي بتبطل الجفن الفوقاني وتتقلب تنزل طبقه العين تنزل لتحت وتطلع تاني الريفليكشن اللي فوق ده اسمه ايه واللي تحت ده اسمه ايه؟ ده اسمه ابر فورنكس اللي تحت اسمه ايه؟ بص بقى معايا كده مش فاكر قوي 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 العضله اسمها ايه اللي انا هشرحها معاكم ديت اسمها ليفيتور بالبيبر سوبريور العضلة تخلي الأرض من الفروف من الأرض وجاي من ورا قدام السرحان يركب السنة تبقى ماشية فوق السوبير ريكتس واقف كده هي فوق
فيش بوسيبيل ريكتال ستركتشر ان سيبسه في جلد الابر اي في الابر تارسس وفي الابر فورمس. يبقى ليها سيبسه في كام حاجه لما كده. ثلاثه اللور فايبر ديت اسمها مولرز ماسل انفولانت الماسل والنرف السبلاي بتاعها في المسافه ولو باظت تلاقي تبقى سقطت شويه. تسمعوا كلمه اسمها توزيس؟ فانا بعض الناس اللي عندهم فورنا في الموضوع. ايه ده؟ ما شاء الله والله العظيم. والله بقول ولا خايف. فالرجل مع بعض. فطبعا العيان اللي عنده هورنر سندروم لو سمعت كان من ضمن اعراضه حاجه اسمها ايه؟ سوز مفصله كده بارشر سوز كده في قاع كده. العضله الاسماء اللي في الفيبر سوبريور. العضله الاسماء اللي بتتحرك الف بتشد وترفع. نرجع السبلاي بتاعها السوبيل دي لما كده نص الموتر ريكس سوبيل فيجن بتاعه. او كل عضلات الاكس روت البصر سبعه سوبيل ريكس ميديا ريكتس انفيرو ريكتس لاتا ريكتس انفيرو اوبليك سوبيرو اوبليك وتحت العضله دي عددهم سبعه خمسه منهم اوكروموت. اما اللي مش في البكره خدت الرابع واللي بتعمل ابدكشن اللي ايه ابز ابدا خدت من ابيوس اللي وسادت كده طبعا تحس النيرف السبلاي بتاع العضله دي تو ماتش. فلما ناخد النيرف دي هتقطع فيهم يقول لك ده النيرف بتقطع الجرعان هتصدر حوالين نوع من الحوار في حاجه اسمها كونفرجنت سكوينت او ميديا سكوينت في لاتر سكوينت. لو بصت لاتر ريكتس يبقى لك تخش جوه لو خدت ده مين ده كريم ده كريم عامل ايه؟ بقينا سنه خمسه خلاص لسه بيقول لنا سنه دي جوه الفايبر خلاص اللي هو اوتر فايبر فيها دي امبولانت ونرجع السبلاي بتاعها في المسافه طول ما انت قاعد بتحرك الرجل مخصوص انت في الثانيه مفيش خلاف. فهي العضله الشغاله البتون بتاعها ساعتها الامبلانت بارك ده ما بيقول العضله الهوجر سندروم سبيرت سبايك انجلوس هي العيال بتطلع بارك تود دي تود يكون بيتوس لو كل العضله اتشالت تبوط الجفن دوت ما مثلا كنت سؤال بس تجاوبوه كم اكسترا روك لو بصت بقى كده لو بصت لغايه ما راحوا البيت لو لقيتوا ولا كنت بتسمع ونبي النهارده كسبت في البيت خمس دقايق كده على البرتقاله تبقى حاسس جامد قوي في البرتقاله هو برتقاله وكوره بس عشان الكوره بتاعت الكوره الكوره بيتقلب كده تلعب بيها يمين وشمال وفوق وتحت لغايه ما الموضوع يبقى بتاعك وطبق اللي انا بقوله انك انت العضلات مش ماشيه بره عكس العين الميديا ريكتر جاي كده سبي ريكتر والانتيريكس سكيل فلما بيشدوا لو كانوا فيرتيكال كده مشكل بس الاوبليكات وانت بتحفظ الكلام ده ان ميته ما بتعملش حاجه عيب اسمها سوبيريو اوبليك عملت ديبريشن وانفيريو اوبليك عملت اليفيشن انما الريكتس السوبيريو عملت اليفيشن ده العيب والانفيريو فاهمين كده ولا لا؟ يبقى لو الشيطان يلعب بيا فهمه في نفس الكلام اللي انا نفسي تطلع بيه من الدرس يبقى في دماغك طبعا ان الاثنين اوبليك السيستم في اللاتر سايد بتاع الاي بول بس بقى له خط يمين المنفصل اللي هو الكويتو اللي بعد اللي انفصل فكل الشروم هيبقى على اي جزء لما كده هتبقى سين فلو رفعوه الجزء اللي بيشوف كده اللي تحت ولو نزلوه يبقى الجزء اللي مش اكتر فاهمين كده ولا لا؟ يعني حاولوا ان انت بتحفظ الكيس بس تفهم كده دلوقتي كويس انك تفهمها يعني دول عضلات اسمهم جاكس دراع كوكرم ريتي ما شفتهمش في حياتي من الامتحان اللي المايكروز بتاعه فمصر الرابع صفر جابوا لنا ريتي الجاكس دراع كوكرم من ساعتها بقى اختفت الناس كنا بنشكرهم سنين ظهرت طبعا في الموضه بقى 7 سنين كده تاني وبدأوا يبقى سيلف مسكوت كتير مثلا عيان عنده انجل كذا لقينا عيان حصل لها كذا طب مين النرف المقطوع فكنت اعراض مضحكه جدا بس اتليست انت هتبقى مجيبك بس عندنا بقى اولاد نرف اسمه مسلك المسلك نرف ده الابن الثالث انا طبعا كنت في وقت سلك دور كارت اللي هو الفايبر يا صابر صابر هات يا ورا انا ليه طبعا هتلاقي طالب سنقول النهارده بقى قاعدين في الدور الثاني تحت سعادة على وجهك من هيك النهارده كان في اي عيب خلصوا بس صار مرة كتير
طب تدينا ألمس كمان الصف ده بس الراجل امين ايوه كبير قوي والله ده انا كبير انا كبير فعلا لو كنت غلطه مني ليه حق امر في المنبر هنا بعد كده الفتحه دي بتوسع على كل من كام كده جوه اسمها سبير اورج الواحد دي كره العين اسمها ايزو هنا بيبقى جيب تم وكده اسمه كافيرنس هنا جيب اسمه ايه كافيرنس الناس اللي قاعده صاحيه وبتتجمع بالذات الدكتور نورهان النهارده قالوا يارا يا يارا هنا في جنجل كبيره اسمها تراجيدي فرجينا كان اللي بيطلع منها نفس المجزري ريبسس ما يستنى في ريبسس مولية المنجل أنا عايز ما تستنى ريبسس مولية بيمشي في الكابرنا سنة اللاتة وورد كيا جوه اللاتة وورد دي المجزري يوصل لغاية كان حال اسمها سوبير أوربيت الفيس اللي كان بتفتح أوربيت عشان أوربيت كان عامل كده أوبت الفورم كان فيه فيسر كده اسمه سوبير النفس بيبين كده تقسم قبل ما بيخش أوربيت الثلاثة لكرمان وفرونتال ونيزوسي لكرمان إذا سمورة وفرونتال إذا لارجر ونيزوسي إذا أهمهم ربنا لا أهم السكانية نحن ربما بتحال إلا تسكار ونيزوسي فبتحط صورة وشوف لأنا إذا نهجل كمان فعلا دي أصيب مغاليس خد الداتا بسوء الموبايل دوا شحط حاجة هنا أنا لين كل حاجة أنا بليه كلمة حاجة دي بلا دي المحرفة معي أنا نهجل كمان ثلاثة أنا بليه لا 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 وفرانتا ونيزوسيل فين انا كنت كده شوية بجد ولا ايه الاكتما النيرف ذا سمولست هنا في عضلة اسمها لاتر ريجل موجودة على لاتر سايد الاكتما النيرف يمشي على الابر بوردر بتاعها ويروح فضاي جلين اسمها جلد الفيديات الاكتما جلين طبعا مش موجودين ده سينسو طيب بيطلع منه برانش للابر ايدي بالفيبرو يدي أنه جزء من الأبر أيدي لا تقول لك كلام يبقى ليه بالفيبر برانش ده البرانش القلبين البرانش الثالث هو فرانتال ده أدخله يخش الأوربت ويمشي تحت الرفض ده أوربت مباشرة بيبقى لازم فوق العضلة اللي اسمها الميترو بالفيبر سوبريور السكر بس يقطع جاي لو أخد واحد كده بص ده عظم الأوربت ده دكتورة ده الرفض أوربت وده فلورو في الأوربت ودي أي بول العضلة الأولين بتبقى سوبريور ليه وفاها اللي بيكون بالبيبر سبريوز وفاها بالنيرف يبقى كنا بنقول للطلبة أول ما تكسر عظم الأوربت تلاقي في نيرف موجود مين نيرف ده اسمه؟ فرانتا الفرانتا نيرف الفرانتا نيرف مش في الأوربت تحت العظم مباشرة وأتبنى بالبول حد بالبول تاب شوية برا شوية ونص شوية اسم الاثنين لو حد قال لي اسم الاثنين سوبرا دي وسوبرا دي بقى سوبرا أوربتال يبقى النيرف أتبنى بالبول سوبرا اوربيتال كان بيطلع في النص هنا ان دي الميدل بارت اوف ابر اليتروس ميديا ميدل وفور هيد وابتد في السكاب بس سوتشر اسمه راندويد اما السوبرا تروفيلا بيطلع عند الانجل بتاعت بين الميد روف وميديا سات هنا دي ميديا بارت اوف ابر اليت والفور هيد من ذا لاين طبعا دي بتنزل قوي من كل الفرق بس ده بس كده لما كده فرانتال متقسم لاثنين صدايكا حد فينا بيقول لي اسم مين الفرنسين دول ولا ما نقدرش بقى ما حكينا الناس المقطعين دول مين ده ومين ده لكرمال وال فرانتا سنة 1992 ده فقط فلسة تدوشكا بالدكتور إدوارد ده يعتبر كان قصر من ألف حاجة ثانية حاجة ممتازة ومتميز جدا المهم يعني فالسيليا نيرف ده قصة خطيرة جدا نيرف كان ده بيعمل إيه؟ يخش الأوربت من سوبير أوربت الفيس ونبقى يا جماعة حط السبب يعدي على أوربت نيرف منين لمنين؟ من لاترال تو ميد ويكمل فورورد على الميديا سايد ومش على الميديا سايد الطلبة الصحيين كان في عضلة اسمها
ميديا ريتر أي نسبت كده. وعضلة الأنجل اسمها سوبير أوبليك يبقى مش الفرق بين كم عضلة لما كده اتنين تلقى مين ومين ميديا ريتر سوبير أوبليك أو ميديا ريتر. لأن النفس الأمدام يعمل إيه؟ يدينا بانش اسم أنتيرو اسمه إيدار يخش فتحة ورتبه برسكال اسمها أنتيرو اسمه إيدار بار ويكمل يبقى اسم إنفراتروكيلار نيرف لو حد فينا كان في نيرف هنا اسمه إنفراتروكيلار وميديا البارك صغيرة جدا من الحبر واللور قالي جانا ما مسك صبعي كده وخطها على المنطقة خدت دي حتة صغيرة جدا من الايلتس والقبر بارك بتاع زورج الأوب نور أسأل سؤال النرب ده اسمه جيلة ما كده نيلو سيليا مين؟ نيلو سيليا الشطار أو المساك جدا النرب ده اسدامة جدا صراحة النيلو سيليا ده ممكن مسؤولية السعيد دكتور غد سخيف مش قدر لقى بيرس على عيالي تلوش الدكتور عيالي إنما الجنرال ممكن يكون في سنك على بعض كل واحد يصبح له كلمتين يكتب فرنسا لكن من شرطة أي حاجة يكتب أي حاجة إنما لو كده بدوس على بعض ممكن بدوس عليه إيه؟ الناس مهم جدا اسمه إيه؟ نيلو سيليا أسأل سؤال قبل ما أشرح نيلو سيليا إن إحنا عندنا بشاشة حد سيليا كان بكرة أكتر من سيليا عمره حتى نسمع على الروس